أهلا المتابعين الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم جينا نهضروا على القضية ديال دنيا فاطمة مريم سعيد، اللي كما كتعرفوا القضية اللي كانت نايضة بيناتهم، واللي كان السبب ديالها أن مريم سعيد عطت تصريح للزوجة أو بالأحرى الطليقة ديال محمد ترك في ذاك الوقيتة، اللي ما عجباتش دنيا فاطمة واللي قالت لها كان بإمكانك أنك تعطي ذاك التصريح لواحد آخر يقولوا ماشي انتيا، لأنك انت بنت بلادي وخصك تضمني معايا وخصك. وهذا الشيء هو اللي خلى أن دنيا فاطمة تحقد على هاد السيدة هذه، وأن كذلك كانت داروا ليها واحد كما كنقولوا الساعه في الجحيم، لان خلوها انها حتى هي تكون من الضحايا ديال حمزه مومبيبي كما كتعرفوا. كذلك ان سيمو البشير كان كيرمي يوميا ستوريات ديالها، لانها كيقولها انك وصلتي ذاك المرتبه ضيف العهر، وانك هاهره، وانك يعني فاشله، وانك داك الشيء اللي درتي يعني غير الفساد كما كيقولوا. واخر نقطه داروها لها هي ان خرجوا لها تصورها اللي كانت خديشة للحياة من بعد ما هي تابت الله اعلم بها، وانها دوزت داكشي قبل الزواج ديالها، وان لحوا لها دوك التصاور في الحساب ديال حمزه مومبيبي كما كتعرفوا. وكذلك ان كانوا كيعيروها وكيقولوا لها لأنها هي كانت مصابة بواحد المرض، لأن غادي تصاب به هاد المغنية كذلك، خليكم معنا للآخر وغتعرفوا هاد المرض شنو هو، لأن هي كانت مصابة بهذاك المرض واللي كانوا كيعيروها به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنك ما كان نوع البشر ما خصكش أنك تشفى فيه بالمرض ديالو، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيبتلي بداك المرض وهو اللي كيخفف عليه أو اللي كيزيد له بالمرض ديالو، ولكن هما كانوا كيتشفاو فيها. الله يسر، ما كيعرف بنادم كما كيقولوا الدنيا دوارة، ما كيعرف بنادم شنو يصيبه هو كذلك. لأن هاد السيدة هادي من بعد ما ترمى تصورها اللي حطموا لها حياتها، واللي كذلك شافوا الزوج ديالها وحطموا لها العلاقه ديالها معاه، المهم بزاف ديال المشاكل وقعوا لها في حياتها، لانها قصفي دارت ليام ودارت سنين كما كيتقول. ان دنيا فاطمه كتفاجئ المرض ديالها اللي هضروا به بعد الصحافه، بعد الصفحات الالكترونيه، ان كاين واحد المرض اللي هي مصابه به، ولكن كل شيء كذب هذه القضية هذه، لأن كيقولوا أن هما الفنانين كيشاركوا معنا الحياة ديالهم الصغيرة والكبيرة فيهم. ولكن كما كتشوفوا أن هذه المرة هذه تخفاوا علينا، ولا بالأحرى تخفات دنيا فاطمة على المرض ديالها، وما بغاتش تصرح بشي تصريح اللي غتقول فيه أنها مصابة به. ما عرفناش السبب، ولكن هي ما بغاتش تقول، واللي كتشوفوا ان درجه ان قبيبو خرج كيهضر على مراته ابتسام، كيقول انها مريضه بالوالده، وان لحقاش كانت كتوضى بالماء ديال البير في السجن. هادشي كامل يعني اللي هما اسرار ما خاصهمش يتقالوا، ولكن هما ما عندهمش مشكل خرجوا كيقولوه، يعني ما بالك بمرض اللي هو بحال هذا ما يتقالش. هادشي اللي خلى ان الناس كيفاش ان دنيا مانكرات ما هضرات، ما قالتش شي تصريح على المرض ديالها، ولكن المجلات خرجوا بان دنيا فاطمه مريضه والمرض ديالها هو البرص. وهذا الشيء اللي خلانا اننا نعرفوا علاش دنيا ما بغاتش تهضر، لانهم كانوا كيتشفاف مريم سعيد ملي كانت مصابه بالبرص، ولكن هي ما بغاتش تهضر على هذا المرض. ورغم ان بعض الصفحات الصغيرة أنها هضرات على هاد القضية هذه، ولكن كانت فاجئة اليوم أن صفحات اللي هي كبيرة وكذلك مجلات وصحافة كيهضروا على هاد القضية هذه، لأن الدنيا فاطمة منهارة بسبب هاد المرض هذا، أنها لدرجة أنها
باغا دير شي عمليات اللي غيخليوها انها يتحيد لها هذا المرض، رغم اننا كنعرفوا ان هذا المرض هو بسبب جينات، وكذلك ان يمكن يصيب الناس اللي من خلال التعصب، من خلال يعني بنادم كيتعصب بزاف، يعني بزاف ديال الظواهر اللي كيخليو هذا المرض يتصاب، ولكن هي مرضات شبيه، لان لا حول ولا قوه الا بالله. كما كتعرفوا اخوتي ان قضيه هي قضيه ديال بنادم ما راضيش بالمرض، بنادم ما راضيش بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى وباللي عطاه، لان كتقول ان هذا الميدان ديالها انا غينتهي رغم هذا الشيء كامل اللي دارته باش انها تكون عندها واحد البلاصه في الوسط الفني بطبيعه الحال. المهم اخوتي الله يشفي الجميع من اي مرض، وما غنشفاوش لا فيها لا في غيرها، لان هذاك الشيء ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. ما تنساوش اخوتي تابوناو معنا وتفعلوا جرس الرسول باش يوصلكم كل جديد من عندنا. ما تنساوش لايك وبارطاج. السلام عليكم، الى ملتقى اخر باذن الله.